ليس المقصود به الإقصاء نهائيا أو القطع. مع تصاعد الجدل حول موضوع التطبيع الذي أثاره اللقاء المفاجئ بين رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، تواصلت الاحتجاجات الشعبية في السودان، فقد خرج آلاف السودانيين في تظاهرات عارمة أمس الجمعة في العاصمة الخرطوم احتجاجا على لقاء البرهان مع نتنياهو في أوغندا، وجابت المظاهرات شوارع رئيسية في العاصمة الخرطوم، وهتف المشاركون بشعارات تندد بالتطبيع وترفض صفقة القرن والتي أعلنتها الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية، وطالب تجمع سودانيون ضد التطبيع الحكومة الانتقالية بهيكلها السيادي والوزاري بالتراجع فورا عن مسار التطبيع مع إسرائيل. ودشن تجمع سودانيون ضد التطبيع حملة شعبية لجمع مليون توقيع كمرحلة أولى لإعداد مذكرة تقدم لمجلس السيادة الانتقالي للضغط عليه ولمنع رئيسه من الذهاب في خطوات أخرى. وأفاد تجمع سودانيون ضد التطبيع في بيان على عدم المساومة في قيم السودانيين. أما على المستوى السياسي فقد أدانت أحزاب سياسية عدة اللقاء بين البرهان ونتنياهو، بينما عبرت قوى الحرية والتغيير على لسان القيادي محمد يوسف محمد عن رفضها لهذا اللقاء، معتبرا أنه انتهاك لما جاء في الوثيقة الدستورية التي وقعت العام الماضي بين المجلس العسكري السوداني وقوى إعلان الحرية والتغيير. لقاء البرهان ونتنياهو أثار العديد من التساؤلات، أبرزها ما مدى تأثير هذا اللقاء على تماسك المجلس السيادي، وهل من الممكن أن يحدث هذا اللقاء خلافا بين شقي المجلس؟ وكيف سيكون رد الفعل في حال استمرت موجة التظاهرات في أنحاء السودان؟ شعب مسلم،